قبل المباراة، مع ان احنا يعني كنا ضدك ولكن انت كسبت الرهان. انا مبروك يا ايمن. شوط الحمد لله عدينا شوط بالنتيجة طبعا ممتازة. لسه في شوط تاني هنا في القاهرة، اعتقد برضو الامور ان شاء الله هتبقى احسن، او الامور بقت اسهل. أيوة. يعني اصل الكورة مش عايزة تجميل في الكلام، واضحة 2-0 نتيجة على الوداد بالمستوى اللي هو فيه ده، باللعيبة اللي عنده، بحالة النادي الاهلي، بالطموح العالي، ب2-0 بره ارضه، الموضوع لا الموضوع صعب جدا، ما ينفعش. يعني انا بتفق معاك ان خلاص ان شاء الله خطوه بس، وانا عارف لعيبه النادي الاهلي النهارده يفرحوا، بكره هيرجعوا، الموضوع انتهى تماما، يفكر في مباراه القاهره على اساس يحسم ان شاء الله بطاقه التاهل. عن جدارة واستحقاق زي ما بيقولوا، مش اللي هي كانت مباراه، لا، عشان يثبت ان لا النادي الاهلي نادي كبير. مظبوط. ما بيتاثرش ويكسب بره، دي طبيعه على فكره النادي الاهلي، ما بيلعب دايما. كنا بنتكلم هنا في الاستوديو، الفرقه الكبيره ما بتغيرش طريقه لعبتها، صح، خصوصا لما يكون معاك مدير فني واثق في لعيبته كويس قوي، واثق في نفسه كويس قوي، وعارف هو جاي عند جاي فين. أيوة. لما اتكلمنا على مستر موسيماني يا ايمن، في كلنا في الاستوديو هنا اجمعنا ان الراجل كان مبسوط جدا جاي النادي الاهلي، وعارف جاي فين، وعارف لعيبه النادي الاهلي، وواضح كده ان اول ما كلموه خلاص هو راح مركز مع الفريق، هو اكيد هيوافق. يعني اللي هو هتيجي النادي الاهلي كلمه لا مش موجوده. أيوة. فركز في النادي الاهلي، وركز، واضح ان راجل طريقته هجوميه من ايام ما كان في سان داونز. واضح ان هو بيحب يلعب كره هجوميه، الكره الهجوميه دي او لقاها هنا، لقاها في النادي الاهلي. صح. كم لعيبه ما شاء الله مهاريين ممتازين جدا، كل تفكيرهم هجوم. الاهلي طول عمره فريق مصنف فريق هجومي، عمره ما كان دفاع النادي الاهلي. صحيح. خالص. عشان كده النهارده انا كنت مصمم ان هو مش هيغير طريقته. ان هو الفرق الكبيره ايمن نغمت ان هو بره، اطلع اتعادل واجع عوض في, في, في مش موجوده. لا، وانت قلت واللي حمسه وليه ما يلعبش كده بالظبط؟ اصل هقول لك حاجه، حداني. ايوه، وليه ما يلعبش كده؟ لا وقالها لي بطريقه، خدت بالك؟ يعني استفزازيه. وليه ما يلعبش كده؟ بقيت انا وعادل باصين له كده، كل ما يجي جون اقول لك انت لوحدك، انا بس. لا لا، كل ما يجي جون اقول لك ايه ده؟ علاء خلي بالك، الدرس جاي، خلي بالك. لا والله كل ما يجي جون امشي انا في الكوريدور جاي ابص له فين علاء، علاء هيطلع انت. لا والله مش الفكره، بالعكس. بص شريف، احلى حاجه في الاستوديو اللي هنا الحمد لله المناقشه حلوه قوي، طبعاً. كل واحد بيقول وجهه نظره، والكره فيها ثوابت مبدئيا. انا كنت بتكلم على اوداد تاني. بالظبط، هقول لك حاجه. هو احنا اتكلمنا وحللنا كل فريق، وحللنا الوداد، وعاده كان اتكلم عليه ومحمد، لكن في الاخر انت بتشوف الوداد النهارده ايه. هو عنده غيابات كتير جدا، مش مشكلتي. المدير الفني الذكي بيستغل اذا جات الرياحه ايه؟ تستشير السفن. لا فاختنمها. لا تشتهي فاختنمها النهارده. فاختنمها صح. مستر موسيماني لا حضر فيه كويس قوي. الرجاء الوداد خلاص اوريدي هو عنده غبات كتير، وهو خلاص حافظه وشافه كل حاجه، ما غيرش طريقته عليه. سيبك ان الظروف ساعدت، هدف محمد مجدي البدري قوي ساعد، لكن بغض النظر الهدف ده ما جاش، مع مرور الوقت انت كنت هتبقى احسن. انت بدنيا يعني بدنيا النهارده لحد ال 94 انت مفيش مشكله عندك، اللعيبه كلها ما شاء الله في ملعب كويس قوي، ما عندهمش اي مشكله. حتى علي معلول اللي كان فيه بعض التخوف، وكان عادل اتكلم عليه ان هو هيسافر وهيلعب ولازم يبقى وانا فيه وانت كمان يا شريف، ولازم يبقى فيه تنسيق بينه وبين المدير الفني. لا، علي معلول النهارده ما حسش عنده مشكله. خلي بالك، هو ما لعبش، لعب 5 دقايق بس في ماتش نيجيريا. ماشي تاني، دي حاجه كويسه. بس حته برضه يا محمد السفر كتير، ارهاق برضه، لكن ما تحسش ان علي مرهق النهارده. أيوة. مستر موسيماني النهارده حضر مباراه بعقليه شديده جدا، ما لعبش باللي هم الاثنين على الطرف يخش جوه. يا اما لو انت ملاحظ، ايوه صحيح، يعني جونيور اجاييه وحسين الشحات التزام تام على الخط، تحس ان هم من الخط للخط. زي ما كان عادل بيتكلم بيقول لك انا كل قلقي من خطوط عند الوداد، لكن صح. هو لعب كويس قوي، حافظ فريق الوداد. مش هو ده فريق الوداد، مش مشكله النهارده. لكن انت انا ما ببصش على الوداد، انا بص انت حضرت ازاي المباراه، ولعبت بطريقتك ازاي، ومن اول دقيقه فرض اسلوبك. لو عندك لقطات يا ايمن النهارده، من اول دقيقه مروان محسن عامل ضغط على ال 18 في الوداد، وراه ما فيش بخطوه محمد مجدي. فهي واضح ان انت المستر موسيماني لا يعترف بحته ان انا استناك ودافع. طب ليه انا ما بقاش المبادر دايما؟ مزبوط. والمبادر مش فتح صدر، المبادر عشان انا عندي الادوات، انا عندي لعيبتي تقدر تعمل كده، حتى التغييرات اللي عملها. صحيح. فهو ما عندوش مشكله، خلي بالك، والطريقه والتشكيل دي حاجه تحسب له طبعا. بص يا ايمن، هو واضح ان هو من نوعيه المدربين اللي انا واثق في نفسي مبدئيا، واثق في لعيبتي كويس قوي، واثق في لعيبتي طبعا،
ومقتنع بطريقه وبنفذها، ما عنديش مشكله فيها خالص. اللي عايز يغير هو اللي غير، بس انا النادي الاهلي ما بغيرش طريقتي بره الملعب جوه الملعب، انا ما بغيرش الطريقه. وكلنا اجمعنا قلنا يا سلام لو الاهلي يخطف هدف النهارده تبقى الامور صعبه على الوداد هنا في القاهره. لا ده انت هدفين وضيعت انفرادين، كنت ممكن يبقى 3 4 النهارده. صح. لا شكلك طبعا احسن الحمد لله، وظروف المباراه ساعدت، لكن ساعدت فريق يستحق انه يفوز النهارده. صحيح كابتن محمد، مبروك للنادي الاهلي اداء